اعطيني اف اكس، طبعا اعطيني جي اكس، بس اعطيني اياه مقسم لجزئين، جزء اكبر من الواحد يا يارا وجزء اصغر من الواحد. طبعا بنظر لهم مباشره، شو في قدام الاف؟ ناقص واحد، العمليه عمليه تعويض، 4 ضرب ناقص واحد ناقص 4 زائد 5 شو بتساوي؟ الواحد. مع تقفل ناقص واحد كم؟ واحد. مع تحول سؤالي لايجاد جي الواحد، جي الواحد وين موجوده؟ موجوده فوق صحيح، لانه عمليه الاكس اكبر او تساوي الواحد. هو عم بيقول لي اكس ناقص 3، معناتها عندي اكس ناقص 3 معناتها عندي 1 ناقص 3 شو بيساوي؟ ناقص 2. هذا السؤال الاول، طبعا يعتبر سؤال سهل. طلع السؤال اللي بعده، شو عاطيني هون يا را؟ عاطيني اف اكس، بس شو طالب مني؟ اف اكس زائد 1، وكانه عم بيقول لي استبدل كل اكس باكس زائد 1، او استبدل كل اكس باكس ناقص 1 عشان يطلع معك اف اكس. فراح شيل هون اكس، حط بداله اكس ناقص واحد، شو بصير بهدول؟ بيروح بضل معي 2 في اكس ناقص واحد ناقص 3، يعني 2 اكس ناقص 2 ناقص 3 تساوي 2 اكس ناقص 5. تمام مصطفى؟ اللي بعده يا عمر. 11. يلا نرجع نعيده اخر مره عشان ثبته. من هي اف 2 اكس؟ راح استبدل كل اكس بكام؟ ب2 اكس. شو بصير معي؟ 2 اكس زائد 1 على 4 اكس ناقص 1. خلصنا لهون. هلا بدي اوجد اكس بدلاله واي، على اعتبار كل الموجود عندي هون هو بدلاله واي، يعني بدي اوجد اكس بدلاله واي وعوضهم. فاكس شو تساوي؟ بناء على كلام عائشه بستبدل هدول مع بعض، شو بصير معي؟ اكس زائد 1 يعني التابع العكسي على واي زائد 1 على 2 واي زائد واحد. هيك طريقة هدول بعوضهم وين؟ بإكس. طبعا هون أنا ساعدني الموضوع إنه في عندي قانون لإيجاد التابع العكسي لهدول الاثنين. تمام اتفقنا. شو رح يطلع معي الجواب مثل ما اتفقنا؟ جواب اللي بعده. يلا هون شو رح أعمل؟ طبعا أعطينا هو المعادلة أه إكس زائد بي. هي شو بتنقرا؟ قيمة X تساوي الواحد واي كم؟ واحد. هاي شو بتنقرا؟ قيمة X تساوي 3 وتكون واي شقد 7. كتير حلو، طبعا حل التمرين صح؟ بعوض شو بصير معي؟ بصير معي واحد تساوي A زائد B، عوضت هون بدال X بواحد وعوضت بدال Y بواحد، بعدين معي 7 تساوي 3 A زائد B. طبعا هون الأفضل إنك تطرح على اعتبار في عندك B من الطرفين، تقول 7 ناقص 1 6، 3 A ناقص A 2 A، معناتها A كم؟ A 3. إذا كانت A 3 B شو بتكون؟ ناقص 2. شو طالب مني هو؟ طالب مني A ناقص B، يعني طالب مني 3 ناقص ناقص 2 وتساوي كم؟ تساوي 5. لا انتبه، مو طالب منك A زائد B، طالب منك A ناقص B. يلا ثاني، دخلت اول شيء ناقص واحد لجوا، شو بصير معي؟ بصير معي اف ناقص واحد تركيبة جي اكس تساوي اكس زائد 2 على 2 اكس ناقص واحد. راح استبدل كل اكس بناء على الكلام الموجود هون، راح استبدل كل اكس بواحد، فبشيل هاي بحط واحد، هون عندي واحد، هون عندي واحد. شو صار معي؟ صار معي اف ناقص واحد لجي الواحد. من هي جي الواحد؟ من هي جي الواحد؟ 8. فصار عندي هون تساوي 1 زائد 2 3 على 2 ناقص 1 يعني 3. وكأنه عم بيقول لي بهي المعادلة هون حط 8، شو تحط هون؟ 3 ضرب 3 زائد A، معناتها A كم؟ 8 ناقص 9 وتساوي ناقص 1. حد عنده سؤال؟ هيثم اللي بعده. يلا هاي التمارين السهلة، فقط تعويض صح؟ كلكم حالينه أكيد. هي ناقص واحد، راح نروح عند الناقص واحد، عند الهي عفوا، شو راح يطلع معي هون؟ ناقص واحد للتربيع، واحد ناقص اثنين، ناقص واحد، معناتها هذا كله بينشال، شو بنحط بداله؟ جي ناقص واحد، يعني ناقص أربعة زائد واحد، ناقص ثلاثة، فهذا كله بشيله، شو بحط بداله؟ ناقص ثلاثة. اف ناقص ثلاثة، ناقص تسعة، ناقص اثنين، ناقص 11. هل عندك سؤال؟ تعويض. اللي بعده. Thank you.
وليش ما وايد قلبكم انتو؟ يلا ايه بس بدي ارفع الجواب لفوق مشان تسجيل. معليش راح استبدل اف اكس باكس ناقص واحد. شو بصير معي؟ بصير معي جي اكس ناقص واحد. شو تساوي؟ تساوي اكس ناقص واحد بالتربيع ناقص 2 وتساوي اكس مربع ناقص 2 اكس زائد 1 ناقص 2. هلا اخر شيء طبعا خطوه اخيره استبدل كل اكس باكس زائد 1 بصير معي اكس زائد 1 للتربيع ناقص 2 في اكس زائد 1 زائد 1 ناقص 2 صح؟ ويساوي اكس مربع زائد 2 اكس ناقص 1. جوابي ذي. يلا اللي بعده. انا بالعاده بشيل الاجابات بس هون نسيان شيله. يلا هون مين عنده اقتراح؟ يلا اول شيء دخلنا الناقص واحد صار معي اف ناقص واحد تركيب الجي لاكس شو بتساوي؟ اكس مربع زائد 2. بعدين مين اقترح علي؟ مصطفى ولا رحيمه نسرين انه اخذ اف الطرفين؟ اخذت اف الطرفين فراحت هي مع هي. شو ضل معي؟ جي الواحد. جي الواحد كم؟ اف 3. من هو اف 3؟ هو عبارة عن 3 ناقص 1 على 2 ضرب 3 زائد 3 ويساوي 2 على 9. يلا اللي بعده. مين؟ يلا هات يا. ناخذ اف ناقص 1 للطرفين، حلو. طيب ها. اف تركيب جي اكس تساوي اكس، باخذ اف ناقص 1. بيطلع معي جي اكس تساوي اف ناقص واحد صح؟ طيب يعني كانوا عم بيقول لي هون قصدك؟ اوكي اوجدت اف ناقص واحد من هون قصدك اوجد اف اكس صح؟ مين هي اف اكس؟ مين هي قولي لي؟ هي ناقص اكس ناقص 2 على اكس ناقص 3 صح؟ ما هيك يارا؟ تك يارا وين تركتي من التمرين؟ هيك صح؟ طيب يعني حاولت تعويضهم طلع معك جواب من هذول؟ طيب ايه نحن ما عملنا شيء نحن؟ يارا شو اوجدت؟ يارا شو عملت؟ اخذت اف ناقص واحد للطرفين. اي المعطى هذا؟ يعني تحطي بداله هذا؟ لا عملت 3 اكس ناقص 2 تساوي ناقص 2. اي فيني اكيد يعني خلص يعني حلت صح البنت. شوف التاني اسالك كل شغله، كل التوانيك تنحل بكثير طرق تمام فعادي اخذت اف ناقص 1 للطرفين راحت اف ناقص 1 مع الاف صار معي اف ناقص 1. جواب مصطفى اف ناقص 1 الاكس تساوي جي اكس تمام؟ اجت قالت مين هي الجي اكس؟ هي 3 اكس ناقص 2 على اكس زائد 1 صح؟ هي مين؟ اف ناقص 1 اكس. فمين هي الاف اكس؟ خذ تابع العكس لهذول نفس الطريقه لما نحول للاف ناقص 1 لكن اكيد لكن لكن هلا بدي اف مين؟ بدي اف الناقص 2 اللي هي بعوض هون شو بيطلع معي؟ ناقص 4 على عفوا زائد 2 ناقص 2 يعني 0 بيطلع 0 على ناقص. طبعا الطريقه اللي حكيت عنها عائشه كمان تعتبر صحيحه اكيد 100%. شو قالت عائشه؟ قالت شو في قدام الاف هون؟ جي اكس. شو في قدام الاف هون؟ ناقص 2. معناتها هذا الجي اكس شو بيساوي؟ يساوي ناقص 2 اوجد قيمه اكس بتطلع معه بالاخر كمان بالطريقه بتطلع معه نفس الشيء يعني نفس الطريقه اثنيناتها نفس اصلا احنا وصلنا لنفس نفس النتيجه. يلا اللي بعده مين؟ مهدي. بعدين دورك. شو بنعوض؟ اوجد اف الآ صح؟ لانه كتير بسيط اف الآ. مين هو اف الآ؟ 2 آ مربع زائد 1 صار عندي معناتها جي ل 2 آ مربع زائد 1 شو بتساوي؟ ناقص 15 معي؟ مين هي جي 2 آ مربع زائد 1؟ 4. هي 4 هي 4 ناقص 2 آ مربع زائد 1 صح؟ شو تساوي؟ 4 ناقص 2 ا مربع
ناقص واحد شو تساوي؟ ناقص 15 صح؟ طيب كفي. 4 ناقص 1 30 إلى هنيك شو بتصير؟ تصير ناقص 18. معناتها أ مربع شو بتساوي؟ 9. معناتها أش قد؟ هلا هو عم بيقول لي هون شايف هو أنقذني فورا قال لي أكبر من الصفر، معناتها أش قد؟ 3. إيه بيجي هو بيحط لك شرط، يا بيقول لك أكبر من الصفر يا بيقول لك أصغر من الصفر. هذا حله مهدي اللي بعده على عمره. يلا شو بعمل هون؟ شلون يعني؟ يعني بحط بدال 2 بدال اكس 2 اكس أصدق؟ طيب حطيت بدال اكس 2 اكس شو صار معي؟ صار معي اف 2 اكس شو تساوي؟ شو بحط هون؟ 2 اكس زائد 1 كفي؟ لا مين يارا؟ نايا؟ نايا؟ في نايا؟ ايوه مثل ما حليت قبل شوي صح؟ مثل ما حليت بأول تمرين، عفوا ثاني تمرين. بس هون في عندي شغلة انه ليش ما اوجد انا 2x وعوض وخلص انتهى الموضوع؟ شلون يعني اوجد 2x؟ يعني تعال لهم مين هي 2x هون؟ من هذا التمرين مين هي 2x؟ مين هي 2 بالاس x؟ هي fx على 2 صح؟ هي هي 2x ما هي؟ فبيجي لهون بقول اف 2x شو تساوي؟ هل هذا شلون بينكتب؟ هذا بينكتب 2x للتربيع ضرب شقد؟ مين بيعرف؟ ضرب 2 صح؟ مو ضرب 1 ضرب 2. 2 بالاس اكس بالاس 2 ضرب 2 ما هي؟ من هي 2 بالاس اكس؟ هي اف اكس على 2 للتربيع ضرب 2. يعني هي اف اكس مربع عش قد؟ على 4 ضرب 2 على 2. اف اكس مربع على 2 صح؟ شكرا مهدي. فهمتوا مصطفى؟ اسالني. هيثم ما فهمتوا؟ منيح سالتك. طيب لو ماني سألك ما كنت تخبرني. شو في عندي قدام الاف هون؟ اكس. شو في عندي هون؟ فبستبدل كل اكس بكم؟ 2 اكس. استبدل كل اكس ب 2 اكس شو بيطلع معك اف 2 اكس؟ مين هي؟ 2 اكس. شلون بنكتب هذا؟ 2 اكس للتربيع ضرب 2. ليش؟ اكس ضرب 2 2 اكس وهون في 1 2 اكس زائد 1 هي بتتفصل بهي الطريقة. فأنا مهمتي إني أبحث عن 2 بالأس إكس. مين هي 2 بالأس إكس؟ من هون شو بدي أسحب منها؟ هاي 2 صح؟ فبنقول لك تحت شو بتصير؟ إف إكس على 2 عوض هون صير معك إف إكس على 2 للتربيع ضرب 2 صح؟ صير معي إف إكس للتربيع على 4 ضرب 2 يعني إف إكس للتربيع على 2 تمام؟ يلا اللي بعده. هذا حلينا منه كتير. مصطفى والله انت لازم تعطيني الفكرة. شو هان؟ الاول تعريف الاف اكس السعودية. تاني واحدة خلينا اول واحدة. هي مجموعة تعريف اف اكس صح؟ طيب عندي سؤال سؤال مين هي مجموعة تعريف اف اكس؟ تاخد الـ هذا ايه بس ايه؟ ما بعرف شو اسمه بالعربي. كي دي اكس زائد واحد قال بتساوي صفر. بيطلع معك ناقص 2 على 3 ناقص 3 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 2 معناتها اش قد؟ ناقص 2. طيب مين هي مين هي هاي المجموعة؟ مختصة بإف ناقص 1 صح؟ مين هي مجموعة تاعت إف ناقص 1؟ تعال نستبدل نحط هون ناقص 6 طبعا ما بهمني كثير هون ناقص 1 صح؟ معناتها مين هي مجموعة تاعت؟ 1 على 3 معناتها بي مين هي بي؟ 1 على 3 هل صار عندي ناقص 2 زائد 1 على 3 شو تساوي؟ 3 ضرب ناقص 2 ناقص 6 ناقص 5 على 3. هيثم رح ارجع عيده. هيثم هي المجموعة هي مجموعة تعريف اف اكس تمام؟ وهي المجموعة هي مجموعة تعريف اف ناقص 1 اكس. فانا شو هي مجموعة تعريف اف اكس؟ القيم كل ار ما عدا القيم التي تعدم المقام. وين بينعدم المقام؟ بينعدم المقام عند الناقص 2. ناقص 2 ضرب 3 ناقص 6 زائد 6 صفر. بالمقارنة معناتها اش قد؟ ناقص 2 صح؟ هلا نجي لهون. اف ناقص 1 اكس بالاصل مين هي اف ناقص 1 اكس؟ ببدل بين هدول صحيح؟ بيطلع معي ناقص 6 اكس زائد 4 على 3 اكس ناقص 1.
المجموع التعريف هون هي كل ري ما عدا القيم التي تعدم المقام اللي هي 1 على 3 صح؟ هلا بجمعهم مع بعض لهدول بيطلع معي الجواب ناقص 5 على 3. السؤال تفضل اللي بيكون من فوق بالكسر شوي شو بسموه بالحركة؟ بسط مقام باي وباي ده باي وباي ده بالتركي. يلا خلصنا هذا البحث الجميل ننتقل على التست اللي قبله.